الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، قال: وعن ابي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام، وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، يعني المسلم عليه في هذه الدنيا أن يأخذ هذه الواجبات، وما زاد عليها فهو فضل. فأولها قال: بيت يسكنه، لا بد للإنسان من بيت يسكنه، فهذا من الأمور المتحتمة، لأن بها تكون قوام الحياة والسكينة والاستقرار والهدوء إلى غير ذلك من مصالح السكن. قال: وثوب يواري عورته، لأن الإنسان مطالب بستر العورة، فلا بد له من ثوب يستر عورته. قال: وجلف الخبز والماء، يعني غليظ الخبز. المراد في قوله صلى الله عليه وسلم أن المسلم عليه أن لا يحرص على هذه الدنيا حرصا شديدا، فالذي عليه أن يستر العورة، وأن يسكن في بيت، وأن يأكل ما يسد رمقه، وما زاد فهو فضل. ولذلك على المسلم أن لا يبالغ في ما زاد على الواجب المتحتم. نعم، يتمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجعل هذه الدنيا هي الأساس له، وإنما يجعلها تكميلا ويجعلها عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم: مالي مالي، هذا نوع من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فيدخل في التكاثر المنهي عنه الملهي المشغل عن طاعة الله، يأتي في أوله المال، وهو أعظم ما يشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك مر علينا في الحديث أن فتنة هذه الأمة في المال، وذلك لأن الانشغال بالمال ولا بد أن يشغل الإنسان عن طاعة الله، بل والغالب أنه يجعل المرء طاغيا في هذه الحياة الدنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فإذا المال هو سبب البغي وسبب الطغيان، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لاستعمال هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني على وجه الافتخار والتكبر، مالي مالي وهل لك يا ابن آدم. هنا رد عليه ورد على من يفتخر بهذا المال، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، يعني لا بد من في هذا المال من أنك تأكل منه فتفنيه، أو لبست فأبليت، لأن اللباس لا بد أن يبلى وينتهي ويخرب، أو تصدقت فأمضيت، وهذا هو الذي يبقى. إذن المال لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، فلماذا تفتخر به؟ ولماذا تجعل هذا المال سبيلا لك إلى عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فالكيس الفطن من استعمل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، وجعله عونا له على طاعته في هذه الحياة الدنيا، ويجعله زادا له عند المعاد
عند الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك 3 مرات. هذا الرجل أكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه 3 مرات، وكل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرجل عندما أقسم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إظهار مبالغته في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: التجفاف بكسر التاء المثناة وإسكان الجيم. قال: وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. المراد أن هذا الرجل عندما أقسم على حب النبي صلى الله عليه وسلم نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من يحب الرسول محبة صادقة لا بد وأن يلقى في هذه الدنيا من الأذى، ومن ذلك الفقر، ومن ذلك الفقر، لأن الانشغال بالعبادة والطاعة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تلهي عن هذه الحياة الدنيا، لا بد وأن تلهي عن هذه الحياة الدنيا. وأيضا قد يستفاد من هذا أن أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء، وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال قوم نوح لنوح: أن أتبعك، قالوا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. بينما الكفار غالبا يكون هم الأغنياء والطغاة والكبار. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ الذي لهم الكلمة والصولة والجولة، فهذا هو الغالب. وعلى كل حال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صح هذا معناه، المراد في معناه أنه لا بد لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقى من الأذى ومن ذلك الفقر، لأنه سينشغل عن هذه الحياة الدنيا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولكن على كل حال هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه، لأنه قد يكون إنسان من أغنى الناس ولكنه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك، فبعض الصحابة كان من أغنى الناس كعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في أحيان وأحيان، وعثمان رضي الله عنه، كانوا من الأغنياء ومع ذلك كانوا من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الصواب في أنه لا يصح عن النبي وسلم لعدم ثبوته عنه، ولكن على فرض معناه هذا معناه. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لا شك أنه حديث عظيم، فيه خطورة الاسترسال مع هذه الحياة الدنيا. فالاسترسال مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من ملذات وما فيها من متاع يفسد دين المرء، يفسد دين المرء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال البليغ، قال: ما ذئبان جائعان، تصور ذئبين جائعين يرسلان في ماذا؟ يرسلان في زريبة غنم، ماذا سيفعل هذان الذئبان في هذه الأغنام؟ سيأكلونها ويفسدونها إفسادا عظيما، سيأكلونها ويفسدونها إفسادا عظيما، لأن الذئب لا يكتفي مجرد الأكل أو لا يكتفي بواحدة، بل يأكل من هذه وينهش هذه ويأكل من هذه وينهش هذا حتى يفسد الغنم كلها. فإذا ضرر هذين الذئبين عظيم جدا على هذه الغنم. حرص مسلم على هذه الدنيا أفسد لدينه من فساد هذين الذئبين في هذه الغنم. وهذا يفيدنا ألا نحرص على المال والجاه، لأنهما من أسباب فساد الدين، إلا من أخذ هذه الأمور بحقها واتقى الله فيها فإن الله يعينه. ولذلك الأمارة مفسدة للمرء أي مفسدة. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمارة: نعمة المرضعة، نعمة المرضعة، يعني الإنسان يتذوق من حلاوتها في أول الأمر. قال: وبئست الفاطمة، يعني يوم القيامة، والفطام قطع الصغير عن
عن الرضاع، فكذلك إذا انقطعت عنه الأمارة يلقى الندامة يوم القيامة، وهذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا من اتقى الله في أمارته فإن الله يعينه، ولكن الغالب أن من يتعرض لهذه الأمارات وهذه المتع من هذه الحياة الدنيا لا بد وأن يفسد شيء من دينه. وذلك جاء في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين بعرض من الدنيا. ولذلك نرى في الواقع أمثال هؤلاء كثير ممن تعرض لهذه المناصب والجاه ونحو هذه الأمور، فكانت هذه المناصب هي أعظم ما أفسد عليه الدين الذي كان عليه. فالإنسان يسأل الله الثبات، وإن بلي بمثل هذه الأمور فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يصلحه ويصلح به، فإن أعانه الله فإنه على أجر عظيم، وإن خذله الله فإنه لا ناصر له. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني تنام عليه وتجلس عليه. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا كرجل استظل تحت شجرة، هل سيمكث في هذه الشجرة طول عمره؟ سيجلس فيها هنية يسيرة ثم بعد ذلك يرحل عنها. فكذلك حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل على هذه الحياة الدنيا بقلبه، وإنما أقبل على ربه بقلبه، وجعل هذه الدنيا زادا له عند ربه صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه برواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذه الحديث فيها أن أهل الجنة غالبها من أهل الفقراء، أنها من الفقراء، غالب أهل الجنة من الفقراء، وذلك لأن الفقراء في الغالب هم أهل الجنة وأهل اتباع الأنبياء، أهل اتباع الأنبياء، لأن الفقراء فيهم المسكنة، فيهم المسكنة، فهم الغالب أتباع الأنبياء، كما مرت علينا الآية: أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون. فغالب أتباع الأنبياء من المستضعفين، لأن فيهم المسكنة وقلوبهم أقبل للحق من الأغنياء الذين فيهم الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما رأى الجنة قال: رأيت أكثر أهل الجنة الفقراء، فهم أكثر أهل الجنة. وعندما اطلع على النار رأى أكثر أهلها النساء، وهذا فيه تحذير للنساء، تحذير للنساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، فإن أكثر أهل النار من هؤلاء النسوة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سبب ذلك، قال: أنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. وأيضا الفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 عام. ما هو السبب؟ السبب أن الأغنياء تبعاتهم كثيرة ومسؤولياتهم كثيرة، فلذلك كان الحساب عليهم يؤخرهم عن دخول الجنة مع الفقراء، فالفقراء يدخلون قبلهم 500 عام. ولذلك قال في الحديث الآخر: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، يعني في أول الأمر، وأصحاب الجد يعني أصحاب الغنى والحظ محبوسون بسبب التبعات التي عليهم.
قال غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني هؤلاء المحبوسون من أهل الغنى والجد هم من أهل الجنة، ولكنهم يؤخرون بسبب التبعات التي عليهم. وآخر حديث ذكره مصنف في هذا الباب هو حديث أبي هريرة قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ولبيد شاعر جاهلي لم يسلم. وهذا البيت هو ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدل إلا بماذا؟ بشطر واحد من هذا البيت، لأن معناه حق. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي ضائع منتهي، ومنها هذه الحياة الدنيا. أما وكل نعيم لا محالة زائل هذا غير صحيح، فنعيم الآخرة لا ينتهي ولا يزول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدل البيت كاملا، وإنما أخذ شطر البيت وهو ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ومنها هذه الحياة الدنيا أنها باطلة أي أنها زائلة ومنتهية. وإذا عرفنا ذلك فإننا لا ننشغل بها عن الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.